مستمرين أكيد معكم بيصلي صيامك على أحلى إذاعة مزاج فام. اليوم عنا استضافة كتير مميزة ومهمة لفنانة عريقة جدا ورهيبة جدا وفخمة جدا. فنانة صراحة إلها بصمة كتير كبيرة في تاريخ الدراما العربية، بالبدوي شفناها، بالتاريخ شفناها، بالكوميديا حتى شفناها، ولكن غابت عن الساحة الفنية وحتى عن البرامج وتقديم البرامج. من 2014-2011 لليوم ما شفناها لا في برنامج ولا في أي مسلسل. معنا الفنانة فرح بسيسو على أحلى إذاعة مزاج فأم. مساء الخيرات فرح. مساء الكل عليك وعلى الجميع، ورمضان كريم عليكم جميعا وعلى كل أهل الأردن. النشامة عن جد أحلى من الواحد يسمع صوتكم بهالغربة. يعني إحنا مبسوطين كتير ورمضان علينا وعليك والله أكرم، واليوم هيك بدنا ندردش إحنا وياكي. أكيد دائما بسألوكي وين هذا الغياب، وعندك أسبابك لهذا الغياب عن الساحة الفنية بأنك انتقلتي لأمريكا، بس ما حنيتي ترجعي وتشتغلي وتكوني موجودة؟ طبعا حنيتي كتير، وإن شاء الله رجعتي قريبة كتير. وطبعا يمكن هلأ صار في بعض الناس بيعرفوا سبب غيابي. أنا هلأ مقيمة هالفترة هذه أو الفترة السابقة وهلأ في أمريكا، تعليم أولادي، وهاي الفترة ما رح تطول إن شاء الله، رح أرجع على بلادنا الحلوة، وحبقى بين هون وبين هناك إن شاء الله. ما بعدتش كتير عن العمل الفني لأنه من تقريبا سنة شغلت فيلم أردني. نعم. 100% أردني اسمه بنات عبد الرحمن. عمل عن جد الواحد بيفتخر فيه، وإن شاء الله رح يشوف النور قريبا إن شاء الله. إن شاء الله رح يدخل بمهرجانات عالمية ورح يكون له بصمة كتير حلوة باسم الأردن. يعني إن شاء الله متحمسين جدا لهذا الشيء. فرح، خلينا شوية نحكي، كونك ذكرتي عن أمريكا، ما حولتي بأمريكا هيك كونك إلك فترة كتير طويلة مثلا تحكي عن مثلا معاناة العرب المغتربين هناك، ما عرفتي تطلعي لك بتوليفة فيلم مسلسل مع مثلا زملاء مثلا في هذا المجال موجودين هناك لنقل هاي الصورة مثلا؟ عن جد العيشة برا تختلف تماما عن السياحة. يعني الاشي اللي كنا نشوفه بالأفلام أو الواحد بيشهده وبيجربه لما يروح كسائح مختلف تماما عن الحياة لما بتعيشها يوم بيوم لحظة بلحظة. ما بقدر أقولك غير في كتير أشياء إيجابية وحلوة وتجربة بتعلمك وبتصقلك وبتخليك بأبعاد مختلفة تماماً. يعني بتكون محسة بحالك قبل هاي التجربة، كثير تعرف حالك، كثير تعرف مقدراتك، كثير تعرف قوتك، تقعد مع حالك أكثر. أوف، هاي التجربة كثير كثير بتعلمك عن نفسك بالدرجة الأولى وعن الآخرين. جميل. بتعلمك عن الناس الحقيقيين بحياتك والناس المزيفين، كثير بتورجيك صدقات العمر مين هي وإيش المهم بحياتك وإيش هو الغير مهم، وزي ما قلت لك بتخليك تنبعك أكثر. هلأ طبعاً عندي كثير أفكار، وصدقني ما عم بضيع وقتي أبداً أبداً أبداً. يعني أنا قاعدة طول الوقت بسجل، بأيد، بكتب أفكار كلها رح تشوف النور. يعني أنا بهاي تجربتي اللي هلأ رح نحكي عنها كمان شوي، اللي هي ورشات تدريب الممثل، هي من ضمنها في خطة مستقبلية ليش أقول لك أعمق وأكبر وأوسع وأشمل من هيك. رح تكون لها علاقة زي ما تقول مكان رح تنطلق منه أفكارنا إحنا وأفكار غيرنا. حلو. تكون مكان بتبنى الأفكار والإبداعية لأي شكل من أشكال الفن، فيلم، مسلسل، إعلان، أي فكرة إبداعية فنية رح يكون إحنا زي ما بقولوا البيت أو المركز تبعها. هذا واحد من الأفرع اللي رح حلو. إن شاء الله رح يعني رح نتوقف فيها مستقبلا، لأنه أنا بحس إنه في كتير ناس في عالمنا العربي مظلومين لأنهم غير معروفين. نعم. فبتلاقي الشخص المعروف اللي عليه الأضواء اللي الناس تعرف مصداقيته هو اللي دائما بنسمع له، هو دائما اللي بيتاخد رأيه، لكن في ناس حقيقة مبدعة أكثر من أي شخص. ولكن محتاجة إنه حدا يعطيها طرف الخيط لربما. بس طرف الخيط أو يفتحلهم الباب يقولهم اقتراحك مسموع، إبداعك إله مكان،
افكارك الخلاقه هذه ممكن تتنفذ على ارض الواقع. فاحنا ان شاء الله بقول لك هذا واحد من الاسرع اللي بدنا نعملها، اضافه الى انه انا ما عم ضيع وقتي على الفاضي ابدا. ما يعني انا حتى بوقت الفراغ عندي بدرس بمهنتي وبعلم حالي بمهنتي. يعني ما بكتفي انا بالخبره اللي اخذتها، لانه خبرتي ما وقفت عند زمن معين او ومهم كتير انه الواحد يعني كمان عم نشوف احنا دخول السوشيال ميديا ودخول خلينا نحكي المجال الفني او المجال التمثيل كمان على السوشيال ميديا، وحتى شكله بيختلف عن الشاشه اللي احنا متعودين عليها. كمان مهم على الفنان انه يلاحق هذا الموضوع. لا تماما تماما تماما. المهم انك انت، شوف اقول لك شغله، هي معادله كثير صعبه معي. كثير لازم تعرف تنتقي اطلاعاتك، تعرف انت تطلع وانت ما تطلع. يعني المعادله كثير صعبه، زي ما بقولوا الزايد اخو الناقص. لقيت كثير الناس زهقت منك، وما عاد في سحر بالموضوع، ما عاد في جمال بالموضوع، صار في شيء كثير مستهلك. ما طلعت ابدا الناس رح تنساك 100%. فلازم كتير تمسك العصاية من النص صح. لازم تعرف تكون مختلف عن غيرك. أنا ما بقدر أطلع أحط نفس الصور اللي غيري بحطها، نفس الفوزات اللي غيري بحطها، أدور على والله صفحات الفنانات وأقلدهم أو غيري يقلدني. ما بصير. إذا ما كان عندك بصمتك الخاصة عمره ما حيكون عندك وقعك الخاص. 100%. يبدو هاي نتائج الجلسة مع النفس ودراسة كل شيء أمامك. يعني أنت عم تحضري وعم ترصدي وعم بتفكري وعم بتحللي أكثر باللي عم بيصير حواليكي. كثير كثير. مع الفكرة لما الواحد بيوقف بيبعد شوي وبتأمل، يا إلهي قديش بتكتشف تفاصيل. يعني يا ريت كل واحد يعمل هاي الوقفة مع النفس، يتطلع ويراقب ويحلل. تعرف امتى تزقف لغيرك، ان في اشياء حلوه بتطلع، وتعرف امتى تقول اخ هذه منطقه خطر غيري عم بيوقع فيها، انا لازم انتبه. الظهور المجاني طعمه وبلا طعم، هذا بيقويك انت كفنان. صح. بعدين برجع وبقول لك كثير ضروري ان الواحد يشتغل على حاله قد ما كانت خبرتك وقد ما كان. يعني انا بقول لك صار لي 28 سنه بشتغل، 10 منهم خلال تمثيل، يعني خلال مهنتي كممثلة 10 منهم مقدمة برامج. بيحكي شوي عن البرامج. ما برضو ما اشتقتي لموضوع تقديم البرامج، خصوصا طبعا. كلامنا واعم يعني 10 سنين وفي طبعا. ذاكرة كل واحد عربي، يعني يعني أول مجلة للمرأة واستضافات كان فيها رائعة، مواضيع خلينا نحكي في هداك الوقت كانت لا تطرح، يعني في أيامنا يمكن هاي المواضيع تطرح في السوشيال ميديا، في هداك الوقت كانت جدلية ومواضيع تابو في بعض الأحيان تعتبر. جدا جدا. شوف انا كلامنا واعي، مش بس بدي اقول لك عزيز وغالي على قلبي فوق ما بتتخيل، معني كثير 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 بيعني لي كثير. انا شخصيا صقلني من جوا، وانا شخصيا علمني بكثير ضيوف كنا نستضيفهم، ومهاره بقول لك مختلفه تماما عن التمثيل. فحسيت انه زي ما بقولوا هاي سكيل، مهاره عم بضيفها بالشنطه تبعتي انا كفنانه، لأن الفنان لازم يجرب أكثر من إشي إذا بقدر، ولازم يشوف حاله في أكثر من مكان إذا بقدر. طبعا كثير كثير بحب كلام نواعي. لا بالبلا، وإحنا كنا والله كلنا بنحب وجد يعني موجود في ذاكرة كل مشاهد عربي. طب فرح، بدنا شوي هيك على فكرة بس هيك على طرف الكلام، كلام نواعي لساته مستمر فينا إحنا باستثناء الله يرحمها مدام فوزية، الله يرحمه. لكن صدقني كلام نواعي مستمر ليومك هذا، لهاللحظة، لمبارح، لقبل ساعة، أنا ورانيا ومنى. نعم. إحنا مستمرين بس مش قدام الشاشة. جميل جدا. هذا بدل على أنكم حقيقيين، مش مجرد مقدمين برنامج. لا هو كان يعني خلينا نحكي خلطة هيك سحرية، كلكم مع بعض وعم تطلعوا بإشي أنتوا بتحبوه ومتفقين عليه. يعني ما في بالنهاية بروديوسر عم بيعطيك ورقة وبيحكي لك اطلع احكي هذا الشيء. لا, لا 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 لا. طيب عم بتتابع إشي برمضان كونه هيك عم نحكي برامج مسلسلات؟ والله بدك صراحة لا، عم بتابع الأشياء اللي زي ما بقوله مقتطفات بشوفها مثلا على الإنستغرام أو على اليوتيوب أو على الفيسبوك، ناس تنشرها لجزء من أعمال ما بيخولني إني أقدر أحكم أقول حلو ولا مش حلو. يمكن من خلال هاي المقتطفات بقدر أقول رأيي بهذا
اللقطة اللي شفتها أو بهذا الشغل أو بهذا التكرار أو بهذه السطحية من التعامل مع الشخصية، أو الله هذا المشهد حلو، الله هذه الموهبة عظيمة، طب ليش مش معطينها فرص أكثر قبل هيك؟ عم بتشوفي هيك شباب جد بتحكي هدول لازم يكون ظهورهم أكثر على الشاشة؟ يعني في هيك أسماء من الشباب والصبايا الصغار بالدراما العربية، سواء سوريا، مصر، الأردن، الخليج، عم تحكي والله في أسماء هدول معينة لازم يكونوا هم الأبطال. أنا عشان برضو ما أكونش مدعية أو أقعد بس بدي أحكي كلام فارغ، عارف أقول لك والله أنا تابعت هذا العمل وكان فلان وفلان وفلان، ما بقدر أكذب عليك، وقتي كتير صعب، معين وقتي كتير مليان بين ولادي، بين عملي، بين دراستي، بين شغلي على حالي، بين مشروعي اللي جاي. فعن جد اللي بقدر أشوفه هو هذه المقتطفات، عم بخلي عيوني تشوف أشياء تانية. نعم، عم بخلي مخي يشتغل على أشياء تانية. ومخك اليوم شغال على موضوع الورشات أكثر. كثير كثير، بس حقول لك شغل على موضوع بس المواهب. أكيد 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 لازم يكون في وقت ولازم يكون في زمن المواهب الحلوة واللي طالعة جديد تاخذ حقها بكل معنى الكلمة. مع أن زهقنا من التكرار، زهقنا صح من الوجوه نفسها. المصيبة أنه الممثلين النجوم أو الممثلين الفنانين، لأنه الفنان غير النجم والفنان النجم غير الفنان وغير النجم، المشكلة أنه عم بيطلعوا نفسهم بتغييرات بسيطة. طب ليه هيك بيصير برأيك؟ هل هو شركات إنتاج؟ لا هو في استسهال، ما عم بيشتغلوا على الشخصية. احنا ليش بتلاقي بي مثلا باوروبا او بهوليوود او حتى ببوليوود بتلاقي الممثل بيطلع برا جلده، انت عمرك ما بتشوفه بهذا الفيلم نفس شكله وادائه، نفس شكله كل مره بتلاقيه مختلف تماما، كانه جسم ومضمون من جوا مختلف. احنا المشكله البعض، ما عم بقول الكل، البعض بيفكروا انه انا مجرد مغيرت طريقه لبسي، كلامي، عملت لازمه، صرت شخصيه مختلفه، عملت حركه، لبست لي خاتم، حطيت لي باروكة، غيرت يا عمي القصة، مش هيك القصة، كتير أعماق. المشكلة إنه في استسهال عند بعض من الفنانين اللي صار لهم اسم، والحقيقة هذا ما بيكون مثل أعلى لغيرهم يعني. فبصير هاي سياسة الاستسهال أو فكرة الاستسهال هي مبدأ عند الكل. طب ما أنا ليش بدي أتعب إذا فلان ما عم بتعب وصار نجم 100%؟ ما تعبت، فهي مشكلة. يمكن هذا الإشي اللي كمان بدك توصليه أكثر بورشات إعداد الممثلين، فكرة كيف يشتغلوا على حالهم أكثر، كيف يدرسوا شخصياتهم. نحكي أكثر عن هاي الورشات، شو براسك؟ براسي كتير، براسي عن جد إني أعطي. شوف أنا من فترة، طبعاً أنا هذا المشروع صار له فترة طويلة عم بنشغل عليه، شغل عليه زي ما بقوله على نار هادية. من فترة طلعت ديما أندرس اللي هي صديقتي وأختي وزميلتي وبحبها كثير، طلعت ببرنامج على الـ MBC اسمه علمتني الحياة، بمعنى قالت في آخر أنه أنا بتذكر فرح، قالت لي كذا تفصيلة لها علاقة بالتعامل بالشغل بأصول وأخلاق ومبادئ الشغل، أنه كيف توقف بالأوف لما أنت بتتصور قدام الكاميرا، لو قدامك كومبارس توقف له، تعطيه جملك، حتى لأن إحنا ما بتكون مخدانا الكاميرا، فعم تأخذ الشخص اللي قدامنا عم بتصوره. فإذا أنا إلي حوار مع نجم أوقف، وإذا إلي حوار مع طفل أوقف له، وإذا إلي حوار مع كومبارس أوقف له. حلو. وإنه أنا مش من مهامي أوقف جنب المخرج وأراقب المونيتور وأشوف إيش صور وكيف طلعت، عيب، هذا شغله. إذا هو دعاني قال لي فرح تفضلي تعالي شوفي المشهد اللي طلع، برافو عليكي، اوكي. اذا قال لي فرح تفضلي تعالي شوفي مشهدك، انتبهي هون، كل واحد يعرف دوره بالنهايه. بس انا ما مش في ممثلين تلاقيهم قاعدين يعني مخرج واعز وباشا، ما هو يعني هي المخرج، ما بصير، هذه اصول المهنه وتقاليدها واخلاقها. فالحقيقه كنت كثير سعيده لانه دي ما حققت كثير نجاحات وشغل ويعني وقد ايه ضلوا هدول في ذاكرتها مع الاين. هذا شيء كثير مهم، هذا شيء لازم ينحكى فيه. طبعا كثير ممثلين ما بيعرفوا حقوقهم بالعقد،
كثير ممثلين ما بيعرفوا حقوقهم كممثل وواجباتهم كممثل. أنا عم بحكي المبتدئين، هلا في نجوم وفنانين كمان ما بيعرفوها للأسف، لأنه نرجع إنه نحكي على إنه هاي أصول ومبادئ مهنة. مبادئ المهنة يا معن بأهمية موهبتك وبأهمية حضورك، أصول وتقاليد المهنة بأهمية عملك. إذا أنت موهوب وعندك إشي تعطيه، بس أنت فنان بلا خلق وبلا حضور حتى إعلامي صح، الناس ما رح تتابعك. صح. الناس ما وإحنا شعوبنا كثير عاطفية وكثير ما بتقدر تفصل بسهولة، كثير بتأثر عليهم شخصيتك الحقيقية وحضورك حتى في أي مقابلة، وكلامك إذا كان متزن أو غير متزن، محترم أو غير محترم، فهي باكج 100%. حقيقة أنا حابة أوصل هذه المعلومة، وأنا عم بقولك أنا لليوم وبكرة وبعد 10 سنة 20 سنة لآخر لحظة في حياتي قبل ما ربنا ياخد أمانته، أنا عم بتعلم، ومش بس بتعلم، بثقف حالي كثير. أنا هون قاعدة عم بدرس وعم بعلم حالي وعم بضيف لحالي خبرة، وكأني بنت مبارح بالمهنة وكأني أول يوم أوقف قدام الكاميرا، وهذا اللي بيقوصله. يعني خلينا نحكي، بدك تعطيهم الدستور هذا العام، يعني كيف تكون فنان، تعرف اللي إلك واللي عليك، وهذا إشي مهم. على فكرة أنا تحمست مبارح لما شفت الستوري تاعتك، وحكيت يمكن أنا أكون من أول المسجلين في هاي التجربة، وإن شاء الله لقدام بتوقع يعني 100% راح يكون في للبرامج والتقديم كمان حصة من هاي الورشات. اليوم بدنا نحكي لكل الناس بأنه جد بدنا نأخذ من أهل الاختصاص هذا الإشي، ما نتعلم بالتجربة والخطأ. واليوم فرح بسيسو موجودة لتقدم هذا الإشي لكل الشباب. اليوم الشباب عم بتوجهوا كون السوشيال ميديا وانتشارها وهاي الفوضى، معظم الشباب والصبايا الصغار اسألهم بدي أصير مذيع، بدي أصير فنان، بدي أصير ممثلة. فاليوم إحنا بدنا نعرف من وين نأخذ هاي المعلومة، فإحنا مبسوطين ومتحمسين لهذا الموضوع. أنا ما بدي أقول لك معنى قديش أنا سعيدة على ردود الأفعال، قديش أنا سعيدة على الأشخاص اللي حتى عندهم خبرة كبيرة وعم بتجهوا لورشتنا، لأن إحنا ورشتنا مش بس للمبتدئين ومتوسطين، يعني اللي عندهم خبرة بسيطة من قبل فهم بالمرحلة اللي هي متوسطة. إحنا حتى project one to one، يعني حلو. في شخصيات كتير يعني مهمة ومعروفة وإلها باع تقدمت انها تسجل معانا، وانا بس بحب اكد على شغله معي انه هذا له كامل السريه. جميل كامل جدا السرية. يعني انا لما بكون عم بعمل ورشه مع 4 7 8 طلاب او 10 شيء، ولما بعمل بروجكت مع مثلا معن او مع فلان او مع علان، طبعا هذا إشي هم بيعرفوه ونذكر، وبرجع بعيد وبكرر هذا له كامل السريه، مع انه بلاد برا زي ما بنقول الممثل ما بخجل ان يقول انا قبل البروجكت الفلاني او قبل الفيلم الفلاني عملت ورشة تمثيل او تدريب او لجأت لكوتشينج يورجيني زوايا انا مش شايفها شخصية. لكن احنا لسه في عالمنا العربي شوية في يعني حالة هيك من الكتمان عليها، ولكن انا بحترمها وبحفظ سرية زي ما بقولوا عملائي بهذا الموضوع. جميل. ولذلك أنا سعيدة كثير إنه حتى هذا الفكر، برغم إنه إحنا صرنا معلنين عن الموضوع أو 3 أيام، لكن ما تتخيل إنه أنا فخورة حتى بهالأشخاص اللي تقدموا برغم خبرتهم ومعرفتهم وقامتهم إنه ينهلوا one to one project، هيك يبقى عندهم مشاريعهم وعم نشتغل عليه. هذا إشي كثير مبشر، يعني مبشر الواحد يتفائل. مبشر وخلال يومين وهذا الإقبال، هذا إن بدل على قدي هم بيثقوا فيكي وعارفين قدي عندك معلومات وقدي أنت حدا مختص في هذا الإشي. إحنا متحمسين لنشوف كمان نتائج ومخرجات هاي الورشات على الشاشات العربية. وإحنا كان أنا لو بإيدي بحب أظني أحكي معك من هون لساعتين زمن، لأنه الكلام كلام جميل جدا معاكي وممتع معاكي. إن شاء الله بدنا نشوفك قريبا بكل الأماكن، على التلفزيون ببرامج وبفيلم بلات عبد الرحمن وبمسلسلات، وبدنا نشوفك بعمان شخصي وتزورينا في الاستوديو. لازم هذا واحد. وإحنا جد انبسطنا فيكي لليوم، وبدي أرجع أحكي بأنه الناس إذا حابين
يتابعوك على الانستغرام ليعرفوا أكثر كمان عن تفاصيل هاي الورش والخطط المستقبلية يعني بموضوع الورش. شكرا على 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 هالمقابله الحلوه, وهيك زي ما بقولوا هيك رديت الروح بسمع صوتكم, وبدي اسلم على كل الناس في الاردن وعلى اهلي وعلى كل الناس, اقول لهم كل عام وانتم بخير ويديم عزها. امين يا رب, وانت بألف خير انت والاهل والعائله, وان شاء الله لنا لقاء قريب. فرح بسيسة شكرا كثير لك, نورتي برنامج صل صيامك, ولنا لقاء قريب ان شاء الله. شكرا كثير لك. ان شاء الله تسلم يا رب. شكرا. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احنا اذاعه يا مزاج.